بتتكلم على كبار السن والاطفال الاثنين مع بعض يتساوي الاكثر عرضه. طبعا. ولكن هل في ممكن، انا مش هقدر امشي على مضاد حيوي على طول، اوكي، وبرضه في حاجات انا الدكتور ممشينا عليها مسل ستابلايزر، حاجات زي المونتلكاست او خلافه، أوكي. ممكن اقدر امشي عليها عشان تحجم النقطه دي، حاجات انتي هيستامينك، حاجات مضاده للكحه مثلا معانا وبتقللها، او برودكتيف كاف تطلع البلغم من عندي. الكلام ده كله اوكي، ده لازم تكون ماشي عليه ماشي. وبتمشي عليه لفترات بعد كده لحين زوال الاثر. احنا نتكلم من اول الرضاعه، من اول الرضاعه طبعا. ازاي؟ طب ده الام بقى هتدي كلوسيز للبيبي لسه طبعا مولود. احنا عشان كده بنقول دايما المكمل الغذائي هو الوحيد المهم جدا بالنسبه لك. طب اي مكمل غذائي ينفع؟ لا، مش اي مكمل غذائي، لان دايما احنا مكمل غذائي بنبص ليه على حاجه واحده، ايه الحاجه اللي هتقوي الجهاز التنفسي عندي، اوكي، ايه الحاجه هتقوي مناعتي بحيث ان الطفل ما يدخلش في انتكاسه اخرى، او الشخص البالغ ما يدخلش في انتكاسه اخرى يقول لك لا ده انا ما لحقتش افوق وبدات تاني في دور تاني موضوع تاني والبرد وبدا يرجع عليا تاني. الفيتامين ألف ودال والاوميجا 3 في القصه اللي زي دي ليهم تاثير قوي جدا. ويمكن انت عارفه ان الفيتامين ألف ودال والاوميجا 3 هي مكونات رئيسيه من الكولوسيس. اكيد. طب ازاي فعلا الحاجات دي بتاثر معانا؟ طيب مبدئيا لابد ان احنا نبقى عارفين ان المناطق اللي بيبقى فيها مناطق البرد اللي هي الاغشيه المخاطيه في الفم والانف والعين، هي دي مناطق البرد. حتى دايما يقول لك ده انا عينيا بتدمع من البرد، دي حقيقة. ده انا عندي سيلان في الانف، ده انا عندي ريق بيغلب عليا كتير او خلافه. تمام. كل المناطق دي بنقول ان الاصابه في المنطقه دي بتؤذي كل منطقه الجيوب الانفيه المنتشره اللي بتقدر تنقل التعب ده كله. اوكي. فبالتالي انا عندي فيتامين الف هو بيقوي النقطه اللي زي دي، هو بيقوي الاغشيه المخاطيه دي، هو الوحيد اللي بيقدر يحد من افراز البلغم معانا. اوكي. بجانب لان هو انا عندي الانتي هيستامينك، احنا بنستخدم مضادات الحساسيه دي بتحاول انها تقلل من افراز البلغم عندي، فبالتالي ما يبقاش ان الممرات الهوائيه عندي مسدوده بصفه دايمه. تمام. بريح الطفل معايا. ده بجانب طبعا الحاجات الموضعيه، في بخاخات موضعيه ماء البحر او بخاخات فيها كورتيكوسترويد، ودي تبقى على حسب الطبيب المختص هو اللي بيقول الكلام ده. ولكن انت في بيتك تقدر تعمل ايه؟ ما انا الطبيب اداني الحاجات دي، لكن انا محتاج مكمل غذائي معايا، محتاج حاجه ترفع مناعتي. طب اللي بيقولوا مثلا انا، طب ما انا باخد مالتي فيتامين، اكيد في فيتامين اي واكيد في الاوميجا 3 واكيد في احترام الكامل للفيتامين طبعا المالتي فيتامين، بس المالتي فيتامين دي علاجيه ولابد ان الطبيب المختص هو اللي يكتبها، ما ينفعش اخدها من نفسي. لا، هم بياخدوها كده كانهم لا بيعملوا طبعا شوبينج. ما ينفعش حاجه زي كده، ده غلط جدا الكلام ده، لاني انا ممكن اخد جرعه. المالتي فيتامين هي عباره عن فيتامينز متعدده. طيب انا اوريدي عندي فيتامين كويس في حاجه معينه في جسمي كويس، فانا اضطر هاخد مجموعه المالتي فيتامينز، خلاص انا هزود الكويس عندي الجرعات بتاعته عشان اقدر اعلي من القليل عندي. اكيد. فبالتالي انا خدت اضرار السايد افكتس، الاثار الجانبيه بتاع العالي يعني. ولكن فيتامين الف ودال والاوميجا 3 لما الاحظ ان الكولوسيس بيديني الجرعه اليوميه اللي بيحتاجها جسمي، الجرعه اليوميه اللي بيحتاجها جسمي، ده معناه ان هو مش لفتره معينه، احنا مظبوط. مستمرين عليه. احنا مستمرين عليه. وكمان انا الفيتامينز دي بالذات الاكل الصحي بتاعي محتاج ان انا ازود، لان الاكل الصحي مش هيديني الجرعه اليوميه اللي محتاجها جسمي. فبالتالي انا محتاج اوصل للدوز بتاعتي اللي انا محتاجها، فمحتاجها من حاجه خارجيه، فبحتاج الكولوسيز في النقطه اللي زي دي. تمام.